لا 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 مش هينفع. لا وبعدين بص ما بيتكلمش. لا 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 ما فيش. وبعد ده في تلفزيون. تلفزيون هرجعه لك لو اقل من 21 قناه. انت مبسوط؟ انت مرضي؟ مرضي تمام يا معلم. لا 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 انت معلم انت شديد قوي في بيعك. لا يا ابني كفايه منومات. ما العيال نايمين قدامك هو من غير منومات ومن غير حاجه. ده مش منوم يا ناجي باشا، ده مهدئ. دي بقى اكتر حاجه تعجبني في الخواجات، شايف الراجل والست اللي قدامنا دول، شوفوا سنهم قد ايه وبرضه رايحين يتفسحوا. انا اخدها منك كده عشعوشه. عشعوشه بص انت عشعوشتك كلها بالنسبه لي. فانت مديه زاهر، روح شوف الحيوان اللي هناك ده بيعمل ايه مع الجماعه الصينيين دول، وقول له ما يرغيش كتير. ماشي يا باشا. والله مديه. شفت يا كبير استلقطت لي عده تليفون، انما ايه كامرتين وتلفزيون 14 قناه وجراب. اصل العيال شويه السنين دول رايحين يعملوا مصلحه حلوه في مصر، فانا قلت ايه هم قالوا لي 100 دولار بس انا قمت عاصرهم ودافع لهم 150 عشان خاطر ايه ناكل لقمه حلوه هناك في مصر لما نروح. وريني. خد يا كبير. ده بيبوظ بسرعه. ايه ده بجد يا كبير؟ على الشاشه ولا زراير؟ لا 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 الصين هتضحك على عبد الجليل. يمين بالله يمين بالله ده انا هجيب السور ده فوق دماغ الصين كلها. الله خد يا خد يا خد يا ابقى الفلوس يا بقول لك ايه ابقى الفلوس يا البلد البلد ابقى كنا فوقك. لا لا ميسي ناجي اتطلع ماشي تكيرني. لا مش واخد بالي الحقيقه. أنا نيكولا بيردو، أنا بشتغل في السفارة الفرنسية في تل أبيب. أنا قابل تنتا في حفلة السفارة. أوه بيردو إزيك؟ أنا ما عرفتكش أنا آسف، إزيك؟ عشان خلاص سافرت السفارة وبقيت حر. بقيت حر وأنت مسافر مصر ولا تركيا؟ لا مصر. لازم نشوفك هناك. ضروري إن شاء الله، ضروري. كارولين؟ المدام بتاعي كاميليا. المدام بتاعي. انشانتي مدام. انشانتي مسيو.